أنا الدكتور مظفر الرماوي من جامعة بيلر بمدينة هيوستن في الولايات المتحدة، وستحدث اليوم عن دور الكشف المبكر في علاج سرطان الثدي. من المهم للسيدات اللي بلغت أعمارهم 40 وأكثر من الفحص الدوري والتصوير بالأشعة أو الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي. والمهم في هذا الموضوع أنه إذا تم الكشف عن أي أمر غير طبيعي أو حتى وجود خلايا سرطانية في الثدي في مرحلة مبكرة، هذا يؤدي إلى فرص شفاء أعلى بإذن الله عن طريق العلاج، بالإضافة إلى حاجة إلى أقل كمية من العلاجات للشفاء. على سبيل المثال، إذا تم اكتشاف ورم في الثدي وهو في مراحله المبكرة جدا دون أن يكبر، ممكن علاجه بجراحة صغيرة وربما دون الحاجة إلى العلاجات الكيماوية، وربما فقط ببعض إضافة الأشعة والعلاجات الهرمونية. لكن إذا كان الورم قد وصل لمراحل متقدمة أكثر، فإنه قد يكون من الضروري علاجه بإضافة العلاج الكيماوي وعلاجات أخرى إلى الجراحة والأشعة. وأيضا طبعا إذا لا سمح الله تم الكشف عنه في مراحل متأخرة جدا، فهذا يحد من الاستجابة للعلاج ونسب شفاء. لذلك أنا أناشد كل السيدات اللي أعمارهم من 40 فأكثر أنهم يراجعوا أطبائهم ويقوموا بالفحص الدوري للكشف عن سرطان الثدي. وللرجال أيضا أنا أقول، إذا كان أختك أو زوجتك أو ابنتك أو أمك في هذا العمر، أنك أنت تشجعهم أيضا على الكشف المبكر من أجل سلامتهم ومن أجل صحتهم.